شغال دلوقتي، نص الحصيلة تروح لسداد الديون اللي مصر، اللي هو الديون المحلية وطبعا الخارجية بالدرجة الأولى طبعا، كام لأن الطروحات السنة الجاية؟ هو المفروض في البرنامج الطروحات على 4 سنين، كل سنة المفروض لو ما فيش إبطاء وإنه الظروف عادية كان المفروض كل سنة يجي لنا 10 مليار دولار من برنامج الطروحات لمدة 4 سنين، ب 40 مليار دولار في خلال ال 4 سنين. لا، الحكومة لما كانوا موجودين قدام مع حضراتكم والدكتور علاء السعيد اتكلموا على ايه؟ هيجي لنا السنة دي كام؟ 24 25؟ بص يا فندم، هو بالنسبة 24 25 يعني متوقع ليها ان هي تجيب يعني اقل مثلا 6 7 مليار دولار في هذه الحالة، ده انا بتكلم على برنامج الطروحات. طروحات نعم طبعا السنة دي في اللي دراسات بقى هتخلص بعد شهر جابوا يعني 10 مليار ولا اقل ولا اكتر؟ لا اقل طبعا يا فندم، اقل من 10. 3 سنين دول كانوا 3 سنين اعجاز طبعا، كان الله في العون يعني، انه يعني برضه بيبقى اي ظروف ليست بالشكل اللي هو الطبيعي يعني. يا فندم انت في ظروف صعبة جدا صحيح. جدا جدا يعني، طيب فظروف دكتور الظروف مش فخري، طبيعية. حجم اتفضل. اللي هنسدده العام المالي القادم من ديون خارجية كام؟ العام القادم هيبقى 21 مليار دولار. دولار طبعا يا فندم، نعم، ده بالنسبة للديون الخارجية خارجية، الأقساط اللي علينا الأقساط السنة اللي الجاية علينا. 21 مليار. نعم اللي بالنسبة للسنة دي كانت أصعب سنة، اللي هي كانت 32 مليار. طبعا احنا البعض يقول لك 42، هو كان بيحط الايه الودائع الخليجية ضمن الديون، لكن دايما كانوا بيجددوها، لكن الديون اللي هي متوسطة طويلة الأجل الأقساط اللي حلت خلال السنة اللي هتخلص كمان شهر كانت 32 مليار دولار. تم كل ده سداده. يا فندم احنا لما تخلص السنة المالية دي شهر شهر ده شهر يونيو، يبقى انت كده سددت ال 32 مليار مليار دولار. دولار. حضرتك السنة بتقول دي الجاية أصعب سنة. أصعب سنة يا فندم. نعم. لأنه أكبر رقم بندفعه. كان أكبر يعني رقم في سنة 23 24. السنة الجاية 21 مليار دولار أقل. 21 مليار. نعم يا فندم. هنقدر يعني بنمشي، هتمشي. يا فندم ده انت بتسدد، ما توقفتش عن موزعين السداد. على كام قسط دكتور فخري ال 21 مليار دولار؟ على ايه يا فندم؟ موزعين على كام قسط؟ لا كله بتوقيته يعني، ما توقيته. يعني كله بتوقيته، لكن السنه الماليه اللي حكمانا يعني خلال 12 شهر هيبقى عليك 21 مليار دولار في تدفقات بالنقد الاجنبي بتجي لك في مثلا. كام هيجي لنا ان شاء الله السنة الجاية؟ انت بيجي لك يا فندم طبعا مع الظروف الموجوده مأثرة على قناة السويس والسياحة، أنت عندك صادراتك تحويلاتك بعد تحديث سعر الصرف، الحاجات دي كلها بتخص تدخل الجهاز المصرفي، ما عادش في سوق موازية موازي خلاص. بالسوق اللي كان شغال قبل كده، كله بيصب في البنوك والناس كلها بتروح تحول في البنوك عادي، أو الصرافة بالأسعار اللي هي ثارية، ما فيش خلاص انتهت القصة دي يعني، سوق الموازية يعني تقريبا ما أصبحتش موجودة. نقول في هذه الحالة انه يعني تقدر ان انت عندك صادراتك تحويلاتك الاستثمار اللي هو بقى الاستثمار العربي المباشر، لانه برضه الاجنبي بيجي من البترول، نعم، فانت برضه كان عليك مدخرات لشركات البترول اللي بتنقب على البترول والغاز في مصر، نعم، دول كان اجمالي المتاخرات بتاع اللي اتت علينا حوالي 6.2 مليار دولار، يعني احنا بنشتري حصة الشريك الاجنبي باخد منه الغاز باخد منه اللي بينتجه هو، لان بدل ما استورده من بره واعمل نولون وشحن بتاعته انا باخد منه واديله قيمته بالدولار يبقى ارخص لي، فانا بشتري حصة الشريك الاجنبي، فكان المبلغ المتأخر علينا 6.2 مليار، احنا يعني دفعنا في الفترة اللي فاتت تقريبا فترة قريبة مليار واتنين من عشرة، وكان موجود عندنا الهيئة العامة للبترول في جلسة من الجلسات انهم حطوا يعني جدول لسداد باقي